السلام عليكم، اخبارنا معكم الفنان شاب درواس 48 ابن مدينه وجده. كنت تعرضت لواحد النصب من طرف واحد السيد اللي نصب عليا في 10 تاع المليون وهاد السيد هذا كان جاب لي قال لي كاين كونطرا. انا كنت مشي لاوروبا لاسبان، كان كونطرا نتاع لاسبان مريقلا وداكشي تهزها من القنصليه تاع لاسبان. اي واحد الحلم ديالو غادي يكون هكا باش انه يمشي للديار الاوروبيه ويدير المستقبل ديالو ويصوفي راسو ويصوفي والديه. هذا السيد هذا كنت تعرفت عليه، انا كنجي عندي مره للخدمه، قال لك راه كاين، وكنت هكا كنشوفو كما يقولوا في القوس. هي هذيك سيدي مده نتاع شي 6 شهور ولا 7 شهور كان يجي عندي تقهوى معايا ريح، خصني كذا بدا كما يقولوا باش غادي يجمع لي الدوسي المسائل. حتى واحد النهار عيط لي قال له دير عندك الروديفو غدا مع 9 تاع الصباح في القنصليه تاع الناظور، تلاقى في الناظور. قلت له مرحبا. مشيت انا واحد جوج دراري اصدقاء ديالي الاخ قال لي دير جيب معك الفلوس، قال لي ضروري الفلوس باش تما كنعطيك الكونترا ديالك تخرج من كاشيا وكذا. عطيني رزقي وقلت له مرحبا. المهم مشينا سيدي، وصلنا للناظور تلاقينا قدام القنصليه. الدراري صحابي وخويا كانوا مريحين في واحد القهوه تما قدام القنصليه. السيد كان معايا قال لي جاب، عيط لواحد السيد اخر. داك السيد جاب الكوستيم كلاسور ديالو اونيفورم، يعني لابس مزيان واحد الدريه. قال لي هذو هما فرا التليفون، عطينا التليفون هما الدراري اللي تمشي معاهم يجيبوا لك المسائل وكذا. المهم مشيت مع داك الدريه وداك السيد، الدريه مشات بقى معايا داك السيد. قال لي روح ليها استنى هي البلاصه قدام باب تعليق القنصليه، دارين عليا البارير. وقف تما راه واقف معايا داك السيد نصاب مش عند الدراري. خويا قال لهم ضروري عطوها تعطوني الفلوس، هذاك راه خويا واش انا غادي نصب عليه واش انا اللوط عندي كذا وكذا. ودروا صرنا نعرفوا مزيان كما كلشي نعاونوا، راك عارف الهضره نتاع النصاب كي داير. وداك السيد كبقى معايا في القنصليه. من عطاو الفلوس لقيت قال لي الدراري واش تيق فيه، قلت لهم تيق فيه. من عطاو الفلوس هي هذيك داك صاحبه قال لي استناني هنا راني جاي باش نجيب واحد السيد اخر قال لك باش يدخل معاكم. وديك البنت المهم مقارين هي هذيك مشاو، بقيت جالس تما نستنى ما كاين والو. مشيت عند الدراري القهوه وكذا قلت لهم فين قال لك اودي واش صافي. قلت لهم الدراري ما كاين والو ياك ما عطيتو الفلوس. قال لك اودي راه عطيناه الفلوس وكذا. بقيت نصونيلو طفى عليا التليفون. انا هادشي كامل درتو على حساب باش اي واحد ما يطيحش في هذا الفخ، بين هذا النصاب هذا ما يطيحش اي واحد يطيح في الفخ. بغيت انا ندير له حد، علاش خرجت له للاعلام وخرجت له للصحافه انه بس صافي توقف هذا السيد. راه ازيد على من 12 واحد اللي نعرفهم انا في الضحايا اللي نصب عليهم وزايد كينصب. انا خوتي كنقول لكم اي واحد يقول لكم شي حاجه في هذا الوقت ما تثقوش فيه. انايا غرضي انه توقفوا ما يزيدش ينصب على ولاد عباد الله. هادشي اللي كاين ونتمنى والله. كنطلب من السلطات ومن السي الحموشي وسي ولي الامن نتاع الجهه الشرقيه ومن المواطنين انه هذا السيد يتوقف. انا اي واحد شافوه يبلغ عليه واخا يتوقف ويقبضوا ويقدر يرد الناس رزقها. وانا بغيتو ما يزيدش نصب على ولاد عباد الله، رانا نصب على ازيد من 11 واحد من الضحايا كاع نعرف بقاو يعيطوا لي وكذا. راه هادشي من ضمن عصابه وهادشي واعر بالنسبه للبلاد ديالنا. السيد هذا خصو يتوقف. وانا كنقول للناس درت لكم هذا الفيديو هذا باش ما يزيدش ينصب على شي واحد اخر باش يتوقف صافي. وكنشكروا اخباركم اللي استضفتني ونتمنى التوفيق لاي واحد وشكرا.